نرجع تاني بقى ونتكلم سريعا على البطولة الأفريقية. النادي الأهلي في النهائي بنسبة كام في المية؟ 300%. 300%. النادي الأهلي أمام سان داونز هنا وسط 50,000 متفرجة، ماتش صعب على الفرقتين، بس الأهلي أقرب للفوز. في هنا. الصعوبة بقى في مباراة العودة. ولو الأهلي إن شاء الله كسب هنا هناك رأيك؟ لا، ما هي ماتشات صعبة يا كابتن سيف. ماتشات صعبة. ماتشات صعبة ما تقدرش تحدد، يعني سان داونز بيقدم أفضل حالاته وأفضل أداء ليه. عنده ميزة عن النادي الأهلي إنه هيلعب مباراة تسليم الكاس على أرضه. وبالتالي المباراة الأولى هيحاول يخرج بأقل نتيجة ممكنة عشان ونمرة اتنين هو متفوق على النادي الأهلي نفسياً. يعني أنت عارف لعيبة الأهلي لعبوا ماتشين معاهم في دوري المجموعات، فاتغلبوا 5 في ماتش وتعادلوا 2-2 هنا. فنفسياً متفوقين، فلعيبة الأهلي هتكون مركزة أكتر، عايزة تثبت يعني إنها ما تصل للنهائي. لا، مفيش أي حد يوقفها. سان داونز عايزة تاخد بطولة على أرضها وسط جمهورها، فالموضوع صعب. 50-50 يعني. كابتن هشام، الأهلي بنسبة طبعا كبيرة، يعني 90% يعني الأهلي إن شاء الله في النهائي بإذن الله. المباراة الثانية لسه ما اتحسمتش، يعني 0-0 هناك في سان داونز. الوداد ممكن الوداد يعني يكسب، يعني ما اقدرش اتوقع بالظبط. سان داونز هو اللي في النهائي، الهلال كان هيكسب سان داونز. يعني الهلال كان هيكسب سان داونز. فانا الاهلي دلوقتي غير الاهلي لما بدا مع سان داونز. صح. يعني كولر دلوقتي صح، تمام، صح كده، برافو. طيب صح، بس سان داونز مش شايف المقارنه ما بين كولر وسوري؟ ظالمه زي ما حضرتك قلت، ظالمه طبعا. كبيره جدا يعني. الظروف غير الظروف. مقارنه بين اوزوريو وسواريش اللي جه في نفس الوقت السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي بعد رحيل موسيماني، لكن ما تقدرش تقارن. انت رايك ايه في الراجل اصلا؟ اوزوريو؟ ما يعني هو مدرب كبير، مدرب درب في كاس العالم، صعد بفرقته لدور 16. انت كنت معترض ان في ناس كتير بتلعبش في اماكنها زي مثلا. ايوه، ما طبيعي انت جاي في نهايه موسم يا كابتن سيف، في اسوأ حالات اللعيبه، وعندك حجز على فلوس النادي، عندك مجلس اداره مش موجود، تم عزل مجلس الاداره، يعني عندك مشاكل. الراجل جاي في وسط مشاكل كبيره. لكن رايك الراجل ده هيقدر يطور بشكل كبير في اللعيبه اللي موجوده؟ يوسف اسامه نبيه بيراميدز ولا الزمالك؟ لا، بيراميدز اعتقد. يوسف مخلص في بيراميدز، واعتقد والده كابتن اسامه قال في اكتر من موقف يعني. وطبعا مع كل احترام والتقدير للكابتن اسامه نبيه يعني، لكن علامه استفهام يعني على انا لو ابني بيلعب في نادي الزمالك ونادي الزمالك عايز ابني وهيعرض عليه مبلغ، ده مبلغ وده مبلغ، انا عمري ما هخلي ابني يروح حته غير الزمالك. من 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 80,000 ل 7 مليون. لا، مفيش حاجه اسمها 80,000 يا كابتن. ما ينفعش تقارن لعيب. مش انا اللي بقارن كابتن. ما هو ما ينفعش اقارن لعيب بيلعب في الناشئين تقول يا اسطى بياخد 80,000، يعني ايه 80,000؟ بيلعب في الناشئين. بيلعب في الزمالك؟ لا، بيلعب في الناشئين. ما هو انت ما بتيجي تلعب ناشئين 17 سنه 18 سنه بيعملوا لك مثلا 5 سنين. السنه اللي فاتت بيلعب فريق خمس ده، يعني احمد نبيل كوكا بياخد كام مثلا؟ يعني ما يعني انا قصدي ايه، ان هو راح اعاره اسوان ورجع ما نجحش في اسوان، رجع ابتدى ربنا يكرمه مع فيريرا. بص، دي وجهات نظر، انا بقول وجهه نظري. نادي الزمالك ده خيره عليا، نادي الزمالك ده اللي عمل اسمي، ده نادي الزمالك ده اللي فاتح بيتي. نادي الزمالك، نادي الزمالك دي حاجه كبيره بالنسبه لي. كون الزمالك يعرض 3 مليون، البيراميدز يعرض 7 مليون، دي وجهات نظر وده يحترم. هو الزمالك عرض 3؟ طبعا، ما هو يعني وثلاثه كتير. انا لما باجي اقيم لعبه كابتن سيف بقيم. هو انفى ده خالد يعني؟ ايه؟ هو انفى ان هو ثلاثه دي. لا لا، هو قال ثلاثه. قال ثلاثه؟ قال مليون ونص ومليون ونص. قال لا، مليون ونص ومليون ونص بونص. معلش، مع احترامي، يعني ايه بونص يا جماعه؟ بونص يعني بقول للعيب ايه؟ والله لو لعبت الماتشات كلها هتاخد المليون ونص، والله لو بتطور في مستواك، والله لو عملت ارقام كويسه، يعني انا بقول للعيب العب كويس. فانا لا، لو ما لعبش كويس هياخد مليون ونص بس. هو شايف ان على ابنه بس لازم يبقى لعيب كويس، بيلعب كويس. هو شايف ان الحاجه دي اتطبقت على ابنه بس، فعشان إيه؟ كده شايف ان هو اتطبق الكلام ده على يوسف بس. مش معنى يوسف بس، يعني هو قصده كده يعني. لا لا، الكلام ده مش حقيقي يعني. في نيمار لسه مجدد، سيف فاروق جعفر هياخد نفس المبالغ. انا قصدي ايه، دي اختيارات. صح. خلاص، كابتن اسامه واحد من نجوم الزمالك السابقين، ابنه كان بيلعب في الزمالك، ما زال ابنه الصغير بيلعب في الزمالك، مالك هو اختار عايز يروح بيراميدز يروح بيراميدز. اي لعيب
عايز اي لعيب له الحق الاختيار ويتحمل نتيجه اختياره فقط بس.